السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد به ونستفيد بإذن الله. عندنا فيديو زي تيستر أو تيستر تقدر تعتمد عليه من خلال كابل أفوميتر، وأي لمبة عندك مش شغالة الليدات ولكن الدايرة فيها سليمة. الدايرة طبعا معروفة فيها موجب وسالب، هحط موجب على موجب وسالب على سالب. اللي خارجين كانوا بيغذوا الليدات ديت اللي هم دول، بتبقى هنا باينه في موجب، هنا في موجب وهنا في سالب او العكس حسب كل لمبه. وبلحم طرف على الموجب ويعني بحافظ على ان انا اعمل كل نقطه في مكانها عشان ما ادخلش حاجه زي كده مع بعض. هو بقفل اللمبه كده من خلال كابل افوميتر زي ده كده بيتباع في السوق، او عندك كابل قديم وهوريك الطريقه. لو انا عندي لمبه وعايز اجربها او عايز اقيسها، طبعا هتقيسها من الداخل او من الخارج سيان، يعني مفيش اي مشكله. انا هنا بجرب اهو وبعمل قفل اهو. اللمبه دي جميله جدا، دي لمبه اوليوس ممتازه قوي في الحكايه دي. انا عايز اعرف اللمبه دي سليمه ولا مش سليمه، فبعمل كده اهو. طبعا اخدت التيار اللي هنا وعملته هنا، تمام اهو. طبعا دي في حدود لمبه 9 واط، اللمبه دي 9 واط. ممكن تبقى في يعني في اي لمبه 30 واط ولا اي حاجه هتبين لك الليدات، بس هتبقى ضعيفه. فانت الافضل تقيس بيها في نطاق ال 12 واط وال 9 واط. لو عايز حاجه اكبر هتجيب الواط بتاع دي اكبر. فزي ما انت شايف كده عطاني سليم. هتقول لي طب هو يختلف موجب وسالب؟ لا مش هيختلف، لانك انت بتوصل تيار، تيار اللي هو ال 220 فولت بيشتغل كده. انت بتغذيها من هنا وممكن هتغذيها من هنا اهو. هنا في موجب، نقرب كده شويه، هنا في موجب اهو وهنا في سالب. لو انا عايز اجربها كده من هنا مثلا اهي، ومش ما ممكن دي تبقى فاصله، فانا عايز اعرف العطل منين في اللمبه، عايز اعرف عطل منين في اللمبه. فانا هاجي عامل كده اهو، هعرف فين السالب وفين الموجب. هنا عندي هنا السالب اهو، السالب اهو والموجب اهو. اللمبه طبعا اشتغلت اهي معايا وبقت مفيش اي مشكله فيها. فكره بسيطه تقدر تعملها ومفيهاش اي مشاكل. هتقول لي طب انا امان ان امسكها؟ اهو انا بمسكها، ولكن انا مش عايزك تمسك اي حاجه، ما بتكهربش ولا فيها اي حاجه اهي. الى اللقاء، فيديو جديد نفيد به ونستفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.